فان دايك محمد صلاح يمتلك رغبة كبيرة في الفوز بالكرة الذهبية وسيحصل عليها قريبا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إنجليزية. فان دايك محمد صلاح يمتلك رغبة كبيرة في الفوز بالكرة الذهبية وسيحصل عليها قريبا. كشف موقع فوتبول إيطالي أن نادي يوفنتوس الإيطالي هو واحد من العديد من الأندية الكبرى التي تحرص على التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح هذا الصيف، ويمكنهم بالتأكيد تحمل نفقاته. ويتطلع البيانكونيري إلى تعزيز هجومه بشكل كبير في الصيف بعد موسم مخيب للآمال تحت قيادة أليغري، على الرغم من أنه دفع 80 مليون يورو للتوقيع مع دوشان فلاهوفيتش. وإذا فشل ليفربول في عملية التجديد للفرعون المصري، فمن المحتمل أنه سيرحل، حيث لا يزال بإمكان الريدز الاستفادة من عملية بيعه. وأشار الموقع لأن يوفنتوس يمكنه تحمل تكاليف نقل صلاح المادية لعدة أسباب، أهمها ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في النادي بعد قانون الضرائب الذي قدمته الحكومة الإيطالية في عام 2019، والذي يسمح ليوفنتوس بتوفير 50% من الراتب بسبب القواعد المالية الجديدة. والسبب الآخر هو أن فاتورة رواتب يوفنتوس كانت أخف بشكل ملحوظ بعد رحيل كريستيانو رونالدو العام الماضي، وقد تصبح أخف بمجرد مغادرة باولو ديبالي للنادي. تغريدة مشفرة للاتحاد الأفريقي مع تحركات مصر لإعادة مباراة السنغال. أفادت وسائل إعلام مصرية أن اتحاد الكرة عد ملفا كاملا يحوي كافة التجاوزات التي تعرضت لها البعثة المصرية خلال تواجدها في داكار لملاقاة السنغال في مباراة الإياب التي انتهت بتأهل